طيب أمامنا هسه إكزامبل بدنا نحله على طريقة النيوتن رافسون ميثود، معطيني اقتران x سكوير ماينس 5x بلس 6، طالبني find the root of the function using نيوتن رافسون ميثود. هلا هون معطيني ال x نوت equal what equal 1 اللي هي كانت بالفيديو اللي قبل اللي هي xi اللي هي x نوت initial guess equal 1، معطيني ال acceptance error equal what equal 1%. هلا عملت أنا هذا الجدول، ممكن أنت مثلا كل واحد حر كيف يطلع ال xi plus 1، يعني انت you are free كيف تساوي الجدول كيف نظامك، المهم انت تطلع له ال xi plus 1. فانا عملت هذا الجدول ليش؟ لانه بوضح فيه كل شيء، هون ال xi بضحط، هون ال fxi، طبعا هذا هو قانون النيوتن رافسون ميثود، فيه fxi وفيه f برايم ال xi، بوجدهم كلهم بعديها من خلال هاي المعادله شو بطلع ال xi plus 1. واخر عمود اللي هو دائما لازم تحطه لا تنساه اللي هو الاكسبتنس ايرور، بحيث توقف لما يصير اقل من 1%. لو انك صرت اقل من 1% وكملت كمان عملت له زياده، هاي الزياده غلط، لازم توقف اول ما يصير اقل من 1%. طيب نشوف كيف بدنا نحل. هلا اكس اي معطيني اياها اول نقطه الانيشال جس 1، فبحط هنا 1. هلا اف اكس اي بدي صوره الواحد من خلال الاقتران اللي معطيني اياه، باجي بحكي 1 سكوير minus 5 في 1 إذا 5 plus 6 equal 2. شو سو بحط هون 2. هلا نيجي هون f برايم ال xi، في ناس شو بيعملوا؟ بيشتقوا الاقتران وبعوضوا ال xi اللي هي 1. لكن هون الاقتران اوكي مشتقته سهله، لكن ممكن يجيب لك اقتران مشتقته اصعب من هيك، يعني اقتران اكسبوننشال، اقتران لوغاريتمي الى اخره، شو ممكن يجيب؟ فانه انت تقعد تشتق له ممكن ياخذ منك وقت فوق ما هو الامتحان شو ماراثوني وبدك تحله باقصر وقت ممكن. فلا، الكالكوليتر بتقدر تطلع المشتقه لهذا الاقتران عند هاي النقطه. كيف؟ شيفت شيفت ورمز التكامل حيعطيني ايش؟ رمز المشتقة اللي هي دي على دي اكس. شو بحط هون؟ بحط هون الاقتران اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6، باجي بروح على اليمين اكس ايكوال وات اكس ايكوال 1، فبحط 1. شو يساوي؟ ماينس 3. اذا باجي بحط هون ماينس 3. هلا بدي اطلع له الاكس اي بلس 1. كيف بدي اطلع له اكس اي بلس 1؟ اكس اي بلس 1 ايكوال اكس اي، هي الاكس اي ماينس اف الاكس اي اللي هي 2 على f برايم ال xi اللي هي ماينس 3. طلع معي الجواب 1.6666 الى اخره، فانا بدي اخذ لعند 5 منازل عشريه. دكتور شادي مقبل للجامعه الاردنيه، يعني بحكي خصوصا للجامعه الاردنيه، دكتور شادي امرات بيعتمد، هو مره حكى لنا انه بيعتمد 5 منازل عشريه. طيب 1.6667 تمام؟ إذا هاي هي الـ xi plus 1، بدي أطلع الـ acceptance error. موجود عندنا مو زي قبل، قبل بالـ bracketing methods اللي هم الـ bisection والـ false position method، ما كان في عندي أول إشي خانة الـ acceptance error، كنت أحط شحطة، أما هون في بين مين ومين؟ بين الـ xi plus 1 والـ xi. فباجي كيف بدي أطلع الـ acceptance error؟ زي ما حكينا 1.6667 minus 1 over 1. مين الـ 1 اللي هي الـ xi؟ over 1.666 67 ضرب 100% بيطلع لي 40، تقريبا 40%. تمام. هلا بدي لسه ال xi plus 1 اللي هي راح تصير هون هي ال xi 1.6667. هلا بدي اطلع f ال xi، باجي بعوض بهذا الاقتران اللي هو 1.6667. هلا انا بدي اجي انا بعمل زي هيك فعليا 1.6667، باجي بقول shift store a، خزنت هذا الرقم برمز a بحيث لما اجي اعوض بالاقتران بعوض a. هي a سكوير كبست الفا هون، حط عفوا الفا وهون طلعت له رمز a سكوير ماينس 5 ضرب ريكول a بلس 6 ايكوال. اللي ما بيعرف هاي الطريقة عادي ممكن يستخدم، يعني عادي يعوض ال 1.6667 بالاقتران زي ما هي. طيب اف الاكس اي طلعت معي هيها 0.44444. تمام. طيب بدي اف برايم الاكس اي، فباجي بحكي له شيفت رمز التكامل، بطلع لي هلا اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6، بحط مكان الاكس اللي هي 1.6667 اللي انا ربزت لها بايش؟ بايه خزنتها بخانة الايه، طلع معي 1 ماينس
1.66666 تمام؟ هلا بدي اطلع له الاكس اي بلس 1 عادي حكينا اللي هي اكس اي ماينس بعمل بسطة مقام اللي هي اف الاكس اي اوفر ماينس 1.66666 بيطلع لي اف الاكس اي بلس 1 وات 1.933 1 2 3 4 5 يعني 4 تمام. اذا هاي هي الاكس اي بلس 1. هلا باجي بطلع الايش الاكسبتنس 1.9334 ماينس 1.6667 اوفر 1.93334 بين هاي واللي قبليها بصير اصغر. هلا اطلع الاكسبتنس زيرو ايكوال ضرب 100% طلع لي 13. شوف هيك معناته احنا في وضع الكونفيرجنس قاعد بقل، اذا 100% 0.79%. باجي مره ثانيه بحط ال 1.93334 تطلع صورتها. بديش اعمل الستور، اعمل عادي على الطريقه العاديه 1.93334 سكوير ماينس 5 ضرب 1.93334 بلس 6 اللي هي 0.0. لاحظوا انه الصوره بلشت تقترب من ايش؟ بلشت تقترب من الصفر، عشان هيك انا قاعد بوجد بالروت اللي هي 0.071104. لا خلص 110 هيك هي 5 منازل 20. طيب بدي اف برايم الاكس اي حكينا شيفت رمز التكامل اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6 وبحط هون الاكس اللي هي 1.93334 بيطلع معي اف برايم الاكس اي اللي هي ماينس 1.13332. هلا اكس اي بلس 1 كيف بطلعها؟ اكس اي ماينس اف الاكس اي اوفر اف برايم الاكس اي اللي 1.13332 بيطلع معي 1.99608 قربتها ل 5 منازل 20. هلا باجي بحكي 1.99608 1.99608 -1.93334 over 1.99608 multiply by 103.14. هل هي أقل من 1%؟ مش أقل، إذا بدي أكمل باجي برجع مرة تانية بحطها هون اللي هي 1.99608. شو صورتها؟ بعوضها بالاقتران خلص، بس بدي احط هون. هلا الاقتران انتوا اوريدي اكتبوه على جنب عشان ما راح اقدر اضل اطلع وانزل. اللي 1.99608 سكوير ماينس 5 ضرب 1.99608 بلس 6 اتس ايكوال، شوفوا كيف الرقم صار اللي هو تقريبا 0.00394 تمام. طيب شو الصوره هلا؟ او عفوا الاف برايم الاكس اي بجي بحكي x سكوير ماينس 5 x بلس 6 وبحط هون هو 1.99608 ومعي f' x اي اللي هو ماينس 1.00784. هلا باجي بطلع ال x اي بلس 1 اللي هي 1.99608 x اي ماينس f x اي اللي هي 0.00394 over f' x اي اللي هو ماينس 1.00784 بيطلع معي 1.99998 تقريبا تمام او 9 بغض النظر. هلا بيطلع معي 1.99998 minus 1.99608 over 1.99998 ضرب 100% بيطلع معي 0.195%. It's less than 1%. إذا بوقف خلاص. إذا ال xi plus 1 أو الروت اللي هو إذا xi plus 1
والتي تساوي XR. شو الـ R؟ هي الروت equal 1.99998. وهيك بكون خلصنا حل السؤال. نروح نشوف هلا الميثود الثانية على الـ Open Methods.